السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا، شلونكم وشلون أخباركم؟ عم بحكي معكم أخوكم مصطفى الأمين، صاحب قناة أكلات حلبية طيبة وهنية. اليوم أنا جيت من الدكان مشوي بكتير كتير. طب والله نحن بتموز، أبو اللي بيغلي المي بقلب الكوز، أي واحد بده يبورد شوي، شلون بده يبورد؟ بده يدور له هيك على أكلة تكون منعشة وبنفس الوقت قبيلة وبواحد ياكل منها ويشبع، يعني تاكل جنب الأكل أو ياكلها لحالها إذا كان مشوي بترويه. بقى ما لقيت قدامي غير لبن بخيار. لبن بخيار في منكم كتير بيعرفوه، في منكم ما بيعرفوه، اللهم صل على سيدنا محمد. وطريقته كتير سهلة، بنزلنا 4 فصوص ثوم أو فصين ثوم حسب ما أنتم بتحبوا، نص معلقة نعناع ونص معلقة اللهم صل على سيدنا محمد ملح، ملح اختيار يعني حسب الكمية. وبنزلنا خياراي، أنا مشان ما أطول الفيديو كتير لخياراي قشرتها، هي كبيرة، هي إيد هون يعني هيك قدها كبيرة، أنا ما بجيب خيار صغار، صغار ببقى مو مستوي للمخلل، بس للأكل لهيك شغلات الخيار الكبير أطيب. هاي هي المكونات كلها. طب بزمنا شوية مي تكون باردة، واللبن حوالي نص كيلو طبعا هو الأساس، بده يكون كمان بارد. هلا أول شغلة بساويها، بعمل هيك اللبن بحركه بس هيك تحريك حتى هيك يمتزج كله مع بعضه، إذا كان في تكتلات فيه تروح. هيك بدي اسوي بس للبن، شايفين شلون؟ بعدين بشيل اللبن على طرف، بجيب الثوم، هدول عندي هدول الثومات، هلا بدي اشيلهم، بدي اقسمهم، هدول بدي اشيلهم كمان، هاي الثومات هيك بدي اقسمهم هلا هالشكل هيك، لاني انا هلا بدي امهس ومهس. طبعا انا مقشرهم ومجهزهم كمان عشان ما اطول الفيديو عليكم. لبن بخيار كل ما كان تومه شوي كثير كل ما كان اطيب، يعني هلا وقت بتتومه زياده بيطلع اطيب من لبن بخيار. بدنا شيء نهمسه فيه، كاسه بيمشي الحال، هاي كاسه بعمل هيك بمسك هيك العمليه من لهيك، شايفين هيك انا بدي امهسه بهالشكل اللي يصير، فرجيكم كمان هيك، يعني ما بدي انه اهمسه على الاخير، بدي اعيد فيه شوية روح مشان احس فيه، مشان الارض وقت الاكل ينقرط اعرف انه هذا توم. شايفين هالشكل هيك، هاي اكلة كويسة ها ترى، واذا كنت عطشان او جوعان اكلتها بمشي حالك، يعني بتغنيك على العشاء. في هالشكل هيك دهن لكم كلياتهم، او بيد الهون حط لهم شوية ملح بمشي الحال. انا هلا عندي الدنيا ليل، ما بحب ازعج حدا، جوز جيراني يتضايق او شيء، وهيك بهمسهم على مهلي. المهم بدكم توصلوا للنتيجة المرجوة، هي هيك لتكون. والله هيك التومات خلصناهم، بلكم شايفين هاي خلصنا الثومات قشر برشناهم، نعمل هيك بنحطهم فوق اللبن مباشر هيك هالعملية. هاي حطينا الثومات، هلا بقى بنرجع لخيارات، هو اسمه خيار لبن يعني خيار ونحط له لبن. طيب بسم الله، هاي خيارة، الشكل هيك هاي أول خياراي، هاي الثانية، خيار ريحته بتشق الراس، خيار البلدي طيب بقى، هذا خيار بلدي، هلا
بعد ما اعمل هيك الخيارات برجع بقرب على اللبن، بجيب اللبن هيك. اذا بدي امرقه شوي بمرقه، بحط له شوية مي، ابدا امرقه بعيفه هيك حاله. بروب اول شي التوم، بعد ما اروب التوم بحط الملح نص معلقة ومعلقة نص معلقة النعناع مع بعض هيك بالعملية هيك. حركن ريحة التوم كتير طيبة مع اللبن. هلا في ناس بتحط له مي، في ناس ما بتحط له مي، هاد الشي بقولكن يعني. بضيف الخيار اخر شي فوقه، وهيك بكون صار لكم اطيب خيار بلبن. بس بفضل يكون اللبن بارد بوز يعني، يعني من البراد يكون بارد. هلا اذا ما مو بارد يعطيكم انه مو بارد، حطوه بالبراد شغله ربع ساعه زمان لبين ما يبرد، بعدين يعطيكم نكهه كثير طيبه. هذا هو الخيار بلبن. بتاكل جنب المجدرة، مجدرة الرز والبرغل، بتاكل جنب أكلات كتير، وبتاكل لحاله كمان. هلا هاي الخيار بلبن، أنا بضيف له هلا شوية مي، حبة شوي مري، شوي صغيرة، يعني هيك قريب الربع كاسة. بعدين بحركه، أو إذا عندكم مكعبات تلج حطوها بقلبه عشان يعطيكم برودة لا يعلى عليها. الله ريحته ولا أروع من هيك. أكلة طيبة ها، بتتاكل لحالها. اذا انتم جايين من الشوب مشوبين تاكلوها لحالها، بتطلع كتير طيبه. هي هي وصفتنا مثل ما الكل شايفين. هلا بقى صار وقت الحقيقه، وقت التذوق مثل ما بقولوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الخيار انا هيك قشرته، بتحبوا تعيفوه بقشره. بسم الله الرحمن الرحيم. قرطه الخيار مع الثوم مع اللبن، وقت يكون بارد بيطلع كتير طيب. شوفوا شلون كتير طيب، كتير طيب يا جماعة الخير. بتمنى تشاركوا الفيديو بين رفقاتكم، تشتركوا بالقناة المشتركين المشاهدين الجدد، شاركوا المنشور اعجاب، زر اللايك، الله يجزيكم الخير، ولا تنسونا من دعاكم الصالح. الله يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله الصحة والعافية. كان معكم اخوكم مصطفى الامين صاحب قناة اكلات حلبية طيبة وهنية. اللبن بخيار انا هلا ساويته، برودته مقبولة، بس بدي احطه في البراد. والفيديو الجاي ان شاء الله بدي اساوي مجدرة البرغل، بدي اقدمها معه ان شاء الله كمان. يعني انا هلا ساويته، انتم بتحسوا تساووه لحاله وتاكلوه، وبتحسوا تساووا معه مع مجدرة او شيء، يعني اي شيء يعني بيزبط معه. خيار بلبن بمشي الحال، بس هي من اكلات الصيف مثل ما قلت لكم كثير طيبه بالصيف. هلا راح احطه بالبراد شغله ساعه زمان لبين ما يبرد مثل العاده، بعدين بدي اساوي جنبه مجدرات البرغل، راح صورها وافرجيكم اياها. بقى اللي بده يعرف طريقه مجدرات البرغل يدخل على الفيديو اللي بعد هذا. الله يرزقكم ان شاء الله الصحه والعافيه، الله يرزقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا تنسونا من دعاء الصالح، واشتركوا بالقناه، وصلونا 1000 مشترك، الله يرزقكم ان شاء الله، يعطيكم العافيه.